احنا مش جايين نقتل. يلا. بودكين إيتها مكوم وما عطاو سيبو لخلي سرق إيتها تساد هشينيم ما شهو شمع مشهو لطبعي بسيدة من فكيدت زوز من هنا لغزة تلت ساعة ومن غزة الرفح 10 دقايق في رفح نعبر النفق يعني بعد ساعة هنكون في مصر ومعنا الفلوس دي كلها والطريق ده أمان يا باشا شوف يا زاهر الفلوس اللي معنا دي تأمن أي طريق في عربية قطرانة من بدري يا باشا شكلها كده أمن يا رب منها ابراهيم ابو شعلان ده ابو شعلان يا جماعه ابو شعلان يا ابو شعلان انت خليتنا كنا هنقطع الخلف يا ابو شعلان الطريق مقطوعه يا ناجي بيك بسبب الانفجار اللي حصل بمبنى الموساد وهالحين الامن كله مستنفر ومش راح تقدروا ترجعوا غزه الليله مش هنقدر نرجع يعني ايه واحنا كنا واخدين الفلوس دي من البنك عشان نستثمرها في تل ابيب مفيش قدامكم الا طريق واحد اي طريق مش مهم
تطلعوا من هون للبنان، ومن لبنان تدبروا حالكم وترجعوا مصر. طب واحنا ايش ضمننا ان الحدود هناك مش مقفولة برضه؟ الحدود يا ناجي بيك فيها دروب ودهاليز ومسالك صعبة كتير، محدش يعرفها إلا الناس اللي عايشين فيها. واحنا هنعرفها ازاي؟ تعال وراي. شوف يا ناجي بيك، هلأ رح تطلعوا كلكم من على الجبل هاد ورح تقلبوا للطرف الثاني. بدكم تمشوا 6 كيلومتر بالضبط. لما تمشوا هالستة كيلو رح تلاقوا حالكم داخل الأراضي اللبنانية، وانتوا ماشيين رح تلاقوا في استراحة متواضعة بيعود فيها السواقين وعسكر الحدود، بيشربوا فيها شاي، بياكلوا، بيعملوا أرجيلة. صاحب الاستراحة هي اسمه أبو وهدان، بتقولوا له إنكم من طرف أبو شعلان، وهو رح يهتم فيكم ويوصلكم لوسط بيروت، وأنا بالنسبة للسيارة هي رح أتصرف فيها. أنا مش عارف أشكرك إزاي أبو شعلان. نحن أخوة، وبين الأخوة ما في شكر. توهمي أمر باشا، هات شنطة فلوس. تحت أمرك باشا. شو هاد؟ شو عم تعمل يا ناجي بيك؟ أنا الله كافيني والحمد لله. ده مش ليك أبو شعلان، اديهم للحاجة فاطمة، توزعهم على أسر الشهداء واللاجئين اللي في غزة، والناس اللي ماشية في الشوارع مش لاقية مأوى، والناس اللي قاعد عشان الحصار الإسرائيلي. مش كده يا أولاد؟ لو عليهم عايزين يدوكوا الفلوس كلها. هو ده طبيعة الشعب المصري. أشوف وشك بخير. توصلوا بالسلامة. يلا يلا أولاد، الله معكم.